وفي إطار الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حيث نظمت خلوة سبل الصف النسائية احتفالا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، ذلك بحضور ممثلة رئيسة رابطة العالمات الداعيات ورئيسة الاتحاد الإسلامي العالمي فرع تشاد البتول زكريا، كان ذلك بمقر الخلوة بحي جوجي بالدائرة الثالثة. تقرير محمد حسن أدم. احتفلت خلوة سبل الصفوة النسائية للسيدة عائشة محمد موسى بذكرى المولد النبوي الشريف. المناسبة جرت بحضور ممثلة رئيسة رابطة العالمات الدائيات أم الحسن يوسف آدم ورئيسة الاتحاد النسائي الإسلامي العالمي فرع تشاد البتول زكريا وجمع لفيف من الداعيات. وقد شهدت المناسبة جملة من المدائح النبوية من المادحات المشاركات في المناسبة. يا رب صل على النبي لهادي أهرمتم جفن المنام ببعدكم يا ساكنين المنحنى والوادي. كما سمحت المناسبة لممثلة رئيسة رابطة العالمات الدائيات أم الحسن يوسف آدم ورئيسة الاتحاد النسائي الإسلامي العالمي فرع تشاد البتول زكريا بالتعبير عن شكرهن لرئيسة خلوة سبل الصفوة النسائية على جهودها التي تبذلها في نشر الدعوة الإسلامية في صفوف النساء، وأكدن وقوفهن معها من أجل تقديم الأفضل للدارسات والمعلمات بمراكز محو الأمية النسائية. دينيا أيضا واستعدادا لذكرى الميلاد المسيح عليه السلام، نظم الأساقفة في تشاد مؤتمر نقاش لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وإيجاد السبل الكفيلة لتفاديها من أجل استقبال هذه الذكرى. المناسبة ترأس أسقف إنجمين إدمون جيتانغار. تقرير عبد الهارون. مؤتمر قادة الأساقفة التشاديين لإتباع الديانة المسيحية يهدف إلى معالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، وذلك استعدادا لاستقبال العام الميلادي الجديد الذي يوافق مع الحدث العالمي ذكرى ميلاد عيسى المسيح عليه السلام. كما يتم من خلال هذه الجلسة تقديم الرسالة الربانية لجميع أتباع الديانة المسيحية. هذه الجلسة من شأنها أن تعالج جميع القضايا التي تخص حياة ليس فقط المسيحيين الكاثوليك في البلد، ولكن أيضا جميع المواطنين التشاديين سواء كانوا مسلمين أم مسيحيين أو من دين آخر. جلسة قادة الأساقفة في تشاد ستناقش أيضا الإشكاليات المتعلقة بمضمار الأمل وتحسين وتقديم الرسالة الروحية التي تدعو إلى السلام عامة. وكذا مشاهدي الكرام انتهت الأخبار، ونشكركم على المتابعة. إلى اللقاء.